التآمر الآن والكيد لمدينة مصراتة؟ أقول نعم، مصراتة هي صمام الأمان للمنطقة الغربية وهي البوصلة. إذا كان أهلها يشاركون في أي شيء يؤدي إلى الاضطراب فيها أو إلى الانقلاب على الدولة وعلى مؤسساتها، فأقول لهم كما قال القائل: على نفسها جنت براقش. وما يجري لا شك كما جاء في السؤال هو من تدبير ومن صنع الاستخبارات المصرية. ولما دخل عساكر مصر إلى المنطقة الشرقية في حادث الدرنة، حذرنا من هذا وقلنا هؤلاء ليسوا للإغاثة وإنما هو احتلال، وهو بالفعل احتلال، وقد ظهرت الآن بوادره، فإنهم من خلاله يعني أتوا إلى بوابة المنطقة الغربية وهو مصراتة لإثارة الفتن فيها وإثارة الضغائن والأحقاد القديمة، وحركوا الناس الفاشلة التي سبق لها أن يعني تورطت وحاولت أن تعمل انقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم بشارة. لابد أن نتكلم بالأسماء بحيث نكونش في كلامنا نفاق ولا يعني توريات. بشارة كان على كتائب الثوار، كان مبجرا محترما، رضي لنفسه وسمح لها بالاستصغار، فجلس تحت قدمي حفتر وفرح أن مكنه وشكل له حكومة وقال له انطلق إلى المنطقة الغربية. وهذا ليس سر وليس استنتاج وليس هو تحليل، وإنما هي حقائق. جاء إلى المنطقة الغربية بعد هذا التكليف، وانضم إليه بعض رؤساء أحزاب منتمية للأحزاب الإسلامية، وهذا أيضا ليس تحليلا لأنه صدر في حقهما أمر من المدعي العسكري بالقبض لتورطهم وضبطهم. وفي ذلك الوقت ظنوا أنهم سيحكمون باسم حفتر وأنهم إذا حكموا سينالون ما يريدون.